احنا مستمرين مع حضراتكم في الحلقات المخصصة عن الصلاة. النهاردة عاوزين ناخد بإيد كل ست بتكسل تصلي وحاطة شغل البيت والطبيخ والعيال في أولويات يومها، ولأن وراها حاجات كتير ومهام ما بتخلصش، فمش بيكون عندها لا مكان ولا وقت للصلاة. عاوزين ناخد بإيد كل واحد مشغول ومطحون في دوامة الشغل والمواصلات والجري ورا أكل العيش، ومش حاطط في دماغه نهائي إن في 5 فروض أو 5 صلوات مفروضين عليه. على فكرة في منهم ناس كتير فطرتهم سليمة، ما بياكلوش حرام ولا بيعملوا أي فعل حرام، إنما ما حدش عودهم على الصلاة، ما حدش كلمهم ولا حذرهم من تركها. في ناس عمرهم كله بيشتغلوا في الفاعل أو في الزراعة أو صنايعية، ماشيين في الدنيا كل همهم قوت يومهم، ومش مركزين غير في السعي ورا الرزق. عارفين طبعا ان الرزق بايد ربنا، وممكن يمد ايده للسماء ويدعي لو هو مخنوق او مزنوق، بس ما بيركعهاش. فاحنا النهارده عاوزين نقول لهم ان الاولويه هي الصلاه، وبعدها تيجي كل حاجه في الدنيا. يعني احنا عاوزين نرتب اليوم بناء على الصلوات، مش نرتب الصلوات بناء على مسؤوليات وشغل اليوم. وطبعا بالنسبة بقى للناس اللي بتصلي، هنكمل طريقة الصلاة الصحيحة لكل اللي بيصلوا وعاوزين يوصلوا لدرجة الامتياز في الصلاة. كل ده مع فضيلة الشيخ محمد أبو بكر من أئمة وزارة الأوقاف. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك ومثوى المشاهدين الكرام. قولي آمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق، وفتق الأسماع وشق الحدق، وأحصى بفضله وبفيض علمه عدد ما في الشجر من ورق، تعرف إلى خلقه بالبراهين والحقائق، وخلق الإنسان من ماء دافق، أحمده ما سكت ساكت ونطق ناطق. والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على سيدنا محمد المصطفى الهاشمي القرشي العربي الذي ما ضل وما مل وما كل وما غل، فهو عادل فاضل لأن الله هاديه وجبريل يكلمه ويناديه. ورضي الله تعالى عن الآل والصحب الكرام وعن ذريته التي اصطفاها الرحمن بإمعان، واشملنا معهم بالرضا والرضوان، واجعلنا ممن أحبهم ملء الوجدان، واحشرنا في زمرة جدهم العدنان. وبعد، خليني النهاردة هبدأ بداية في عجالة حضرتك قلتي للناس اللي شغالة في الفاعل، وللناس الطيبة اللي شغالة في مزارعها، الناس اللي فطرتها نقية سليمة. النهاردة بديهم هدية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، شوفي بقى ست دعاء الجمال بتاع الإنسان اللي يفرغ نفسه، اللي يسيب فاسه، اللي يسيب أي شيء عشان يقف بين أيدي ربنا. النبي اللي بيقول لنا صلى الله عليه وسلم، يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية. واحد في مكان ما حدش مطلع عليه، في رأس الشظية للجبل، يؤذن ويصلي، له سامع أذان وله سامع إيه؟ إقامة. مش سامع حاجة خالص، خلي بالك. ولو تفتكري في الحلقة اللي فاتت أو اللي قبلها، لما قلت لك إقامة الصلاة من تمام الصلاة، لأن ليها أجر، والناس افتكرت إن حديث لا صلاة لمن لم يقم الصلاة، قلت لكم ده متداول على الألسنة ولكن ليس بحديث. لكن إقامة الصلاة ليها أجر. ليها أجر، لأن ربنا سبحانه وتعالى، النبي بيقوله، يعجب ربكم من راعي غنم في رأس الشظية للجبل، يؤذن ويصلي. فيقول الله عز وجل، بيقول لمين؟ بيقول للملائكة، انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة. يؤذن ويقيم الصلاة، محدش شايفه، محدش معاه، ده هو بيأذن لنفسه وبيقيم الصلاة لإيه؟ لنفسه منفردا، يخاف مني. طب إيه ثوابه عندك يا رب؟ قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. شفت الجنة سهلة إزاي؟ ولسه هوريك الجنة أسهل في السنة.